بيتعمل في سيوة بقاله 3 سنوات وبيتعمل على مدار 3 أو 4 أيام متواصلة، بيعمل اللي سيادتك بتقول عليه بالظبط. أولا في قيمة مضافة كثيرة، في أنواع كثيرة من التمور، في سكر بيتعمل من التمور، في معجون تمور، في باكجينج ممتاز، في كل أنواع اللي حضرتك ذكرتها. فهذا الكلام هو الهدف منه، تطوير وتعريف المستوردين بصناعة التمور، وخاصة أنه برضو في هذا المهرجان بيتم دعوة كل مستوردي التمور من دول كثيرة في العالم. صادرات التمور زادت خلال الفترة اللي فاتت يمكن حوالي 20%، احنا ماشيين في الاتجاه الصح، فده اللي احنا بنعمله بالظبط في المهرجان. فهو كويس، كل المطلوب من سيادتك تروح تتفرج على المهرجان عشان تعرف ان احنا بنعمل اللي انت بتقول عليه بالظبط. موجوده نقدر نديها لكم في البريس ريليس، لكن احنا شايفين زياده معترضه في زراعه تصدير التمور. برضو انتوا يعني لازم نبص للمشروع كله، المشروع وصناعه التمور بالذات ما بتبقاش سريعه المدى نتيجه طول موسم الزراعه. فالمشروع ده اتعمل على المدى الطويل وليس على المدى القصير. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي زي ما بنقول من شأنها زيادة انتاج وصادرات التمور، والاهم من كده زيادة القيمة المضافة ليها وزيادة سعر التمور. زيادة سعر التمور هيساعد المزارع وهيساعد زيادة الصادرات. فالمهرجان ده يمكن ده السنة الثالثة، زي ما بقول ان من ساعة ما بدأنا فتحنا اسواق كبيرة في المغرب، في اندونيسيا، في ماليزيا، في دول عديدة ما كناش بنصدر لها قبل كده، النهاردة بنصدر لها، بنساعد المصدرين في التعبئة والتكليف بشكل صح، بنساعدهم في البراندنج، في الاسم، وفي التصميم لتعبئة التصدير. فالحاجات دي كلها على المدى الطويل، وفي نفس الوقت بنساعد في الزراعة، بنساعد في المخازن المبردة اللي زي ما بقول لها عامل كبير جدا تقليل الفائد وزيادة نسبة الصادرات. الأرقام طبعا هيبقى